يا جدعان ده يعني اخيرا يعني الاول السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده بس عايز اكلمكم على كذا حاجه، منهم الريرز. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، بس الريرز دلوقتي اي حد سمع كلامنا من انا اسبوعين بنتكلم على الريرز. الريرز دوري فرنسي نزلوا دلوقتي، ويعني يعني انا بص بس على الشاشه، بص على الشاشه يعني نزلوا دلوقتي. بص انا بقى الحاجات بكام، في ناس بتتباع بفوق 3800، في حاجات بتتباع عدت ال 4000. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، انا عمال اخلص دلوقتي. انت هتقول لي ايه ده انت جبت 580، هقول لك انا ما بعتش غير تقريبا حوالي مثلا ايه 200 كارت ولا 300، 200 300 كارت على الاقل، ولا 250 حاجه كده. وكل ما ابيع عمال اشتري لان الماركت واقع دلوقتي. انا جاي اتكلم معاكم برضو على وقوع الماركت والمفروض ان احنا نعمل ايه، بالذات يوم الخميس. الماركت هيعمل ايه يوم الخميس؟ يعني بص انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت فعلا الريرز دول كلهم، بص انا بايعهم بكام. انا شاريهم كلهم زي ما قلنا، نشتري من 1000 ل 1400، ما عنديش الرقم ده. واديك شايف الحمد لله، الحمد لله الدنيا ماشيه تمام جدا معانا. يعني الدنيا دلوقتي تمام قوي. كنت عايز اوريكم برضو باقي الحاجات اللي كنت عايز اتكلم فيها، بالذات على تويتر. يعني انا على تويتر دلوقتي عمال انبهكم والله يا جدعان، يعني على تويتر عمال انبهكم على كذا حاجه. يعني انا لازم تعملوا لي والله فولو على تويتر، لان احنا بنتكلم كتير على تويتر. انا بتكلم، في ناس بتكلمني كتير مسجات، يعني في ناس كتير بتكلمني على مسجات على طول يعني، فالحمد لله. كنت عايز اوريكم بس ان انا على تويتر فعلا بقعد اتكلم، عمال اقول لكم قبل البتاع بالذات. كنت خايف بصراحه من الاسبيسيلا تنزل، فانا نبهت شويه الناس اللي كانوا معايا ان حاولوا تبيعوا، يعني حاولوا تبيعوا على الاقل النص اللي معاك. الحمد لله انها نزلت، ما حصلش اللي كان في بالي يعني، بالذات لان ما كانش موجود يعني. فاحنا بنتكلم هناك، نبهت برضو على الكراش اللي حصل للماركت بين التويتر اهي. نبهت ان يوم الاثنين يعني كراش اللي حصل على الماركت، انا كنت متوقعه على يوم بعد الفوت شامبيون الجايه، على اساس ان ممكن هيبقى ده اللوز بتاعت الماركت. فانا نبهت على تويتر على موضوع الكراش ده، بس ما كنتش متوقع ان الكراش يجي بالمنظر ده. يعني خلينا واقعيين، مفيش يعني انا ما توقعتش خالص ان الكراش هيحصل بالمنظر ده. يعني احنا لو خدنا بصه كده، سيبك من الهاي ريت دلوقتي، بس احنا لو خدنا بصه على اسعار اللعيبه راندوم، يعني هفتحه معاكم بوبيلر في فوتبن ونتقسم على اللعيبه كده نشوف اسعارهم. انا مش عارف والله ايه اللي حصل في الماركت ده، بس الريلز دلوقتي هتساعدنا جدا كلها. طبعا الكروت اللي نزلت النهارده كلها ممتازه. ناني ده لازم تعملوه والله، ناني حلو، ممكن يكون بطيء شويه في السبرنت بتاعه لكن ناني حلو. فالمهم تعالى مثلا نبص نيمار، بص نزل بكام نيمار. انا كنت بقول لكم لو نزل 310 اشتروه. امبابي نزل بكده، انا امبابي عمال اجيبه ب 155 وابيعه بالرقم ده. امبابي عمال ينزل اكتر من كده، يعني تقدر تجيبه اكتر من الرقم ده. امبابي لو عرفت تسنبه ب 150 خليه معاك ليوم الخميس. اللعيبه دي بص، نيمار بعد ما كان بيتباع ب 8 مليون و7 ونص دلوقتي نزل 6. عندك امبابي وقع من 4 ل 3500، ده تقريبا الوحيد اللي لسه عالي. ميسي لسه واقع. بنيادر نزل 177، بنيادر بيك حلوه جدا ليوم الخميس، يعني تعرف تجيبه كمان ب 170، بنيادر بيك ممتازه ليوم الخميس. فان دايك نزل 120، جونسون نزل من تقريبا 280 ل 180، مارتينيز نزل تحت المليون. في كرود غريبه شفناها، سون ب 900، في ايه ده يا جدعان ده؟ سيمون لا مش ب 25، 125. سيمون فين؟ انا كنت جايب سيمون، سيمون ب 120 او تقدر تجيبه اقل من 120. من الحاجات اللي عايز انصحكم على يوم الخميس تعملوا ايه على يوم الخميس، الكروت اللي ممكن تفلبوها على يوم الخميس، ممكن منها ديمبيلي، ممكن منها كورنيت برضو. لو حابب بيك حاجه خفيفه، بس دايما حاول تجيب اسعار اقل، لان يعني كورنيت بص ب 35 بقاله كذا يوم، فانت لو تعرف تجيبه 35 ده بكايه، ده السعر الحلو ليها. رينيتو سانشيز شايفه حلو، هو وبرنات بتاع الليفت باك الاسباني في باريس، بكات حلوه جدا. سيمون تعرف تجيبه باقل مثلا 118 115 فرنش، ده انت حلو قوي. دي ماريا، دي ماريا ده عليه كلام كتير، يعني دي ماريا مش عارف يا جدعان ازاي، بس دي ماريا بالسعر اللي انتوا شايفينه ده، يعني دي ماريا دلوقتي تقريبا قل بالكام، 370 360. دي ماريا لو نزل 350 خليه معاك، وما ينفعش الا عن كده اصلا، في الاخر دي ماريا وبيلينك مع امبابي ونيمار. عندك وسام بن يادر تقدر تلينكو ب 177000، تجيب بن يادر النسخه ال 87، انا شايف ده رقم مهولي. قول ب 180000 تجيب بن يادر ال 87. بن يادر يا جدعان بصوا، تعالوا ناخد بص على الجراف. بن يادر جات له فتره، يعني هو بن يادر كان بيتباع بالرقم ده مره واحده، قبل اول ما تيمو زيزون دخل خد كراش، بعدها قعد على الرقم ده، بعدها قعد ينزل لحد ما وصل ل 180.
ده اقل مره لبنيادر، يعني اقل مره من ساعه ما بنيادر نزل وهو في الثمن ده. فبنيادر عايز عايز تجيبه طبعا، ده احسن وقت ليه. هيعمل طبعا رايز كبيره على يوم الخميس. دلوقتي الماركت كله واقع، مش بس على دول، يعني احنا لو خدنا بصه مش عارف ايه اللي حصل، بس يعني مثلا ايه بنيادر طبعا بالثمن ده 80,000 ان انت تجيب بنيادر 85 حلو جدا. يعني ممكن ناخد بصه على جارينشا مثلا، يعني سيبكم ان كرويف والحاجات دي نزلت في ايه بتاع مهنج. المهم في كرويف والحاجات دي كلها نزلت مبالغ. كرويف نزل وقع حوالي 400,000 البيبي، البرايم بتاعه وقع حوالي برضو 500,000. يعني تعالوا ناخد بصة على جارينشا، تعالوا ناخد مثلا ايه ميدل، جارينشا الميدل ده تقريبا جارينشا الميدل صح؟ الاثنين تاني اه جارينشا الميدل. بص سعره كام، يعني انا مش عارف ازاي جارينشا الميدل سعره سعر نيمار تقريبا، فاهم يعني؟ السعر ده ممتاز. طبعا نيمار لو تعرف تجيبه اصلا اقل من مثلا نقول 220، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، لو قل عن كده يا ابني امسح اللعبه، يعني ما فيش مش عارف اقول لك ايه. بس فعلا الماركت مميت، الماركت دلوقتي قل، يعني ده اللوست بوينت في الماركت من ساعه ما الجيم فتحت. ما توقعش خالص ان الماركت ممكن يقل عن كده، ده اللوست بوينت، وبعدها يبدا يزيد. يوم الخميس هيبدا ينطلق لحد ما يوصل ليوم السبت تقريبا. يوم السبت اقول لك ايه، بعد ما البرومو باكس والحاجات دي اديله ساعتين ثلاثه بعد ما البرومو باكس تخلص، الماركت هيبدا يقع، يترمي في الارض. مش هيقع، هيقع ممكن الوقعه دي ممكن اسوأ كمان، الناس تبقى خايفه خلاص ده نهايه الجيم ومش عارف ايه، وبعدها هيرفع تاني عقبال لما ايه على يوم الخميس اللي بعده وفوتيز وهكذا. فالقصه دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لك، سيبك من اللي هيحصل بعدين، بس دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لك انفست ليوم الخميس، وبعدها لازم تبيع الحاجه قبل ما التيم ينزل على الالتيميت تيم سيزون. طبعا حاول تبعد عن اي حد زي مثلا ايه لوندوسكي ال 99. يعني انا عايز اخدكم برضه على الاسعار بتاعت الليج 1 دلوقتي عامله ازاي. اسعار يا جدعان هبل فشخ يعني. بس طبعا امبابي بنيمار بنيادر الحاجات دي ابعد عنها، عشان الالتيميت تيم سيزون هياخدوا سبلاي تاني. بس اللي اهم تبعد عنهم، عندك اقول لك ايه بوندسليجا، بوندسليجا ماشي يعني يا رب يفتح بوندسليجا. بص يا جدعان انشو ب 850، رويز ب 660، لوندوسكي بمليون 700. انا مش عارف ايه الاسعار دي، ماركت مميت. بس دي حاجه حلوه لان بالذات دلوقتي يا جدعان ان احنا بعد الريرز، بعد الريرز ما بنبيع دلوقتي، انا بالنسبه لي بعد ما بيع الريرز تقريبا هكسب حوالي 2 مليون. انا كنت حاطط فيهم حوالي تقريبا 1.5 مليون، والله ما فاكر حاطط كام، يعني خليني الصراحه انا مش فاكر حاطط كام، حوالي 1.5 مليون. بس اجمالي هلم 1.5 مليون دول لما جيت احسبها هلمهم حوالي 3 مليون ل 4 مليون تقريبا، من 3 ل 4 مليون. فتقريبا المكسب بتاعي في حدود 2.5 مليون، 2 مليون. فده رقم حلو جدا، اكتر من الضعف اللي انا حطيته يعني. فانا شايف ده رقم ممتاز جدا بالنسبه لي. وكنت عايز اخدكم برضو لفه كده، بس عايز اقول لكم السكواد بتاعي اللي هلعب بيه الفوت شامبيون هيبقى تقريبا السكواد ده بالظبط. هجيب سانت ماكسيم وهجيب مبابيل 91، وتقريبا هلعب بماركينيوس. اظن ان انا هلعب بماركينيوس، يعني ماركينيوس ده انا هلعب بيه لو نزل 150 هجيبه، وان شاء الله يعني على الاقل يجيلي في البكات. انا بكاتي مش حلوه قوي دايما، بس زي ما انتم شايفين معايا، يعني معايا ال 34 باك غير الريوردز اللي هتحصل معايا. فان شاء الله يعني ان شاء الله بس ايه الدنيا تمشي تمام، ابيع بس الحاجات دي واخد فلوسي والدنيا تبدا تمشي. فأهم حاجة زي ما قلت لكم من الحاجات اللي عايزكم تبكوها، زي ما قلنا ديمبيلي حلو جدا، انا بكلمكم على الناس الرخيصة دلوقتي. دي ماريا حاول تجيبه مثلا، تعال نقول 330 340، 330 340، انا مش شايفه الا اكتر من عند كده بصراحة. بس خلينا واقعيين، التيم ذا سيزون عموما اجمد جامد جدا، بس هو 3 ستار ويك فود. الناس لو هتفضل ال 5 ستار 5 ستار اظن ده لو نزل 330 340 تمام. ماركت عمال يقل، انا كل ما اقول ده اللوست بوينت عمال يقل، بس انا حرفيا شايف ان دي لوست بوينت. يعني انا ما كنتش اتوقع في يوم من الايام ان نيمار ينزل سعره ل 220 ولا 230. يعني نيمار دلوقتي في اللوست بوينت ليه في حياته وفي حياته في اي جيم عموما، نزل رفع 240 طبعا. نيمار انا كنت جايبه ب 311، كنت متوقع ان هو يزيد على يوم الخميس، بس طبعا ما كنتش متوقع الماركت كراش دلوقتي. بس انا كنت متوقع ماركت كراش على يوم السبت، يوم الاحد بالكتير الجايين هتحصل ماركت كراش، بس حصل العكس وحصل بدري شويه، ونبهت على تويتر. ف يعني حاول تعمل لي فولو على تويتر، احنا بنتكلم
المصيبة اللي كانت بتحصل دي، انا كنت عمال اتكلم حاول تشتري كذا، حاول تبيع كذا، لا بيع الريدز دلوقتي، لا بيعهم بعدين، بيعهم بثمن كذا، ووريكم كذا حاجة كذا انفست اليوم الاربع. في حاجات بقول على تويتر ما بقولهاش على يوتيوب على فكرة. فمهم على تويتر انا نبهت برضو على الاس بي سي فودرز ال 84 السنتر باكس اليوم الاربع. يوم الاربع اتوقع انهم يعملوا رايز كبيرة جدا، هو بدأوا يزيدوا دلوقتي اوريدي، فيعني انا متوقع حاجة زي كده. فبس ما حبش اطول عليكم، ده كان التيم اللي معايا بصراحة، يعني ده كان التيم اللي معايا. وبس نيمار لو تعرف تجيبه زي ما قلت لك ب 220 230 اتوقع ده هتبقى احسن حاجه بالنسبه لك. دي ماريا زي ما قلنا 330 340 وبس، ما حبش اطول عليك. وده كان الفيديو وبس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وسبسكرايب، اعمل لي دايما فولو على تويتر زي ما قلت بنتكلم هناك كتير. اشوفكم في فيديو جديد بقى.